وصفة جديدة رح نعمل اليوم سرر الأوزي. أول شيء رح نحتاجه في سرر الأوزي أكيد بدنا لحمة كيلو مسلوقة ومصفية وجاهزة، عنا هون 2 كوب من البازيلا والجزر، عنا لتر من مرق اللحمة المصفى، البهارات عنا جوزة الطيب، كركم، هالمطحون، بهار مشكل مطحون، عنا وقية لحمة، هلأ رح أورجيكم رح نحتاجها لفلفلة الرز، عنا 2 كوب من الرز، أنا هون خلطة بسمتي وخلطة رز عادي، ممكن تستعملوا بسمتي، عنا لوز، وبدنا نحتاج كمان لعجين بافستري كيلو. هلأ رح نروح مع بعض نطبق الرز ونفلفل. رح أخذ البازيلا والجزر ورح أخذ اللحمة المفرومة، رح نعمل هيك مرقة كتير طيبة مبهرة نفلفل فيها الرز، وهي أساس الطعم الطيب للرز في السرر الأوزي. هلأ رح نضيف شوية من السمنة، يعني أنا بسمع تعليقاتكم على الفيس دايماً بتعلقولي السمنة مضرة، أكيد مضرة بس صدقوني معلقة صغيرة بتعطي طعم، ولما نحافظ على كمية الأكل اللي بناكلها ما رح نتأثر. أنا طول الوقت باكل سمنة بهالكمية اللي أنتوا بتشوفوها بطريقة بسيطة، والحمد لله صحتي ممتازة، عشان دايماً بسمع تعليقاتكم، أنا دايماً معكم يعني كل التعليقات، وبحاول قد ما بقدر إني أرد عليكم، عشان هيك دايماً بحب أشوف تعليقاتكم على كل طبخة على كل فيديو، شو رأيكم فيها، شو تجاربكم، شوف الصور، كل هذا الإشي أنا بستمتع فيه بصراحة، وبشكركم دائماً على متابعتكم لي. هلأ حنضيف بهارات على اللحمة، رح أحط شوية من البهار المشكل والفلفل الأسود. بس تتقلى عندي اللحمة منيح رح أضيف مرقة اللحمة تقريبا لتر، ولأنه عندنا البازيلا والجزر مستوي فما رح أحتاج أخليه يغلي من أول المي، يعني رح أضيفه مع الرز. هلا إذا كانت البازيلا والجزر مش مستوية بتقدروا تضيفوها مع اللحمة تقلبوها وتغلوها مع المي، هيك كمان بتكسب وقت أكثر إذا أنتوا مستعجلين ومش سلقين الجزر والبازيلا. هلا عندي اللحمة تحمرت، رح أضيف مرقة اللحمة اللي مصفية منيح، هلأ فوائد هاي دايماً بتشوفوا عندي في طبخات الرز، عندي دايماً بغلي المرقة مع الخضرة زي ما شفنا في المقلوبة أو هلأ مع اللحمة، إحنا هون بنركز النكهات للرز، يعني هيك إحنا المرقة قد ما تكون طيبة قد ما الرز عندنا رح تعكس على الرز وتعطينا طعم طيب. رح أحط عصرة ليمون، وزي ما قلت لكم دايماً عصرة هاي الليمون بتطلع كل النكهات، يعني بتبرز حدية النكهات أو نكهتها. رح أتركها 5 دقايق لـ10 دقايق هيك تغلي المرقة مع بعض تاخذ نكهة طيبة، بعدين حنضيف الرز، رح نبهر الرز والبازيلا ونضيفهم عليه. هلأ بدنا نبهر الرز والبازيلا، حنحط عنا 2 كوب رز، حنحط لهم 2 كوب بازيلا وجزر، رح أترك شوي، حنضيف لهم البهارات، البهار المشكل والهال المطحون صديقي الدائم مع الرز الشرقي، هحط شوي من الكركم، هحط الملح، وهلأ رح أحط شوي من جوزة الطيب، هحرك الرز شوي مع البازيلا والجزر، وبعدين هضيفه فوق المرقة اللحمة اللي احنا حضرناها. هلأ هو رح نحركه أحسن شوي في المي. هلأ رح نضيف الرز،
حنحرك شوي. طبعا نكون كتير حريصين احنا بنحرك الرز عشان ما نكسره، بس نخلي اللحمة شوي تدخل مع الرز والبازيلا والجزر. كتير طعم البازيلا والجزر حينكه لنا الرز ويعطينا نكهة هيك طيبة له. اذا حسينا بدنا مي اكتر شوي منضيف، المهم ان هالمي تعلى بسنتي عن الرز. هلأ حنتركه على نار عالية حتى يغلي، وبس شوي تبطل المي المبينة حنحطه على نار هادية. رح نسوي مع بعض اللحمة. اللحمة رح نفتتها لقطع شوي كبيرة ونقلبها مع شوية نبهرها ونحطها شوية مرقة وشوي نحط لها شوية زيت هيك عشان نعطيها طعم طيب، ونحضرها لسرر اللوزي. هلأ رح أخذ مقلاي ونبلش نحضر في اللحمة اللي رح نحطها مع سرر اللوزي. حنقل الرز على نار عالية، هذا في البداية، بعدين رح نقله على نار واطية في مقلاي على النار. هلأ رح أجيب معلقة صغيرة، أحط شوية من الزيت. إحنا عنا اللحمة مسلوقة يعني ما فيها أي غير طعم شوي من البهارات اللي حطناها بالسلق، فإحنا في العملية هاي رح نعطيها طعم طيب. هلأ زيت البيت بدها تكون أسرع. هلأ إحنا ممكن نستعمل لحمة راس العصفور مقطعة صغير، لكن هي بكون ما فيها عظم، فمرقتها ما بتكون تقيلة أو طعمها مثل اللحمة اللي بعدها. فهلأ إحنا رح نضيف اللحمة. أنا قطعتها هيك لقطع متوسطة لحتى توسع. هحط لها رشة من الملح، رشة من البهار، معلقة ناخد، أوكي. هنحط رشة من البهار، يعني إحنا نعطيها طعم لأنه هي ما فيها طعم زي ما حكيت. وهلأ رح نحط رشة من الملح. أنا عادة ما بملح اللحمة في السلقة حتى يعني أتحكم فيها وأنا عم بطبخ الأكل. حنقلبها شوي. أنا رح أضيف لها شوي من مرقة اللحمة لأنه هيك رح خليها يعني تقريبا زي ما بنحكي ربع كوب من مرقة اللحمة اللي إحنا استعملناها. رح أعلي شوي النار وأخليها تشرب المي مرقة اللحمة وتتقلى، يعني تتحمر شوي صغيرة. بهالوقت بكون الرز عندنا استوى ومنجهز لحبات الأوزي. رح نقلي شوية لوز، ممكن تحطوا صنوبر لأنه كتير المكسرات طيبة مع الأوزي. حط شوية زيت، طبعا دائما زيت الذرة بنستعمل في هاي الأكلات. حمرها شوي هيك، احنا عم نجهز الحشوة. بعد ما جهزنا الرز وجهزنا اللحمة وجهزنا اللوز والصنوبر، رح ناخد العجين ونبلش نرقها ونحضر لحبات سرر اللوزي. هنحط رشة خفيفة من الطحين حتى ما تلزق معنا العجين تغلبنا. رح ناخد نص العجينة عنا حتى نقدر نتحكم فيها بالشغل. طبعا حنبلش رق فيها، يعني أنا بحب تكون يعني أكتر من رقيقة بشوي، يعني مش رقيقة كتير لأنه طعم العجين طيب يعني معها. حنحاول نخلي اوكي في هالطريقة. تخيل يعني سمك العجين واضح على الكاميرا حتى تعمل نفس الشيء. هلا رح نرتب العجين حتى يطلع عنا الحبات كلها تقريبا نفس الحجم. فرح أقص الأطراف عنا. وحسب حجم الزبدية عنا اللي رح نطبق فيها بدنا نقطع
العجين. أنا اخترت هذا الحجم المتوسط، فرح نقسم العجين عندنا لأربعة. أي عجين زيادة بنقدر طبعاً نقصه. ممكن نرقها كمان شوي حتى نتأكد منها راح تكفي. وهلأ راح نجيب عنا الزبدية. أنا خلطت زيت مع شوية سمنة وراح أدهن بهالطريقة الزبدية عنا حتى يسهل ننزلها، وكمان مشان تعطينا لون حلو على التحمير. حنحط العجين بهالطريقة، رح نكبس لتحت نتأكد انها خطت منيح بهالطريقة. وهلأ أول شي حنحط شوي، أنا تركت شوي من البازيلا والجزر هيك لونه أخضر كتير حلو ما قليته، بدي خضاره يضل يعني بهالشكل. حط معلقة من اللوز والصنوبر والبازيلا والجزر شوي صغيرة. بعدين هنحط اللحمة، مشان هيك احنا قطعناها لقطع صغيرة. وهلأ الرز عندنا لازم يكون بارد، لأنه أي بخار حيفتح لنا العجين وما نقدر نسكرها ويطلع عنا شكلها مرتب. هنحط الرز هلأ بهالطريقة، طبعا هذا كله حسب حجم الزبدية اللي انتو بتختاروها. هلأ حنسكرها بهالطريقة، والعجين الزيادة انا بفضل انه نقطعه زي هاي مثلا، رح اقطعها واسكر بهالطريقة ورح اقلبها بهالشكل، وهيك بتصير عندنا الحبة جاهزة. رح احطها بصينية الفرن، ما في داعي ندهنها من تحت لانه أول إشي الصينية ما بتلزق، وكمان عنا فيها هي زبدة العجين. هلأ رح نرجع ندهن كمان شوي لنطبق الحبة اللي بعدها شوي صغيرة. يعني هذه العملية بتخلي عنا الحبات ما يلزقوا. رح أرقها شوي، حاسة إنها بحاجة لرق. بات سرر الأوزي صاروا جاهزين زي ما انتو شايفين. تقريبا يعني الكيلو كيلو عجين باف بيستري بيعملنا من 12 ل 14 حبة. هلا حندخلهم الفرن يتحمروا ونشوف كيف راح يكون النتيجة. حبات الأوزة صاروا جاهزين، رح نجيبهم من الفرن ونشوف كيف رح نقدمهم. يعني لونهم أشقر كتير شهي. رح نقدم حط منهم على الطبق تبعنا. الريحة رائعة كتير شهية. هنزينهم هلأ. حط عليهم رشة بقدونس
صحة وهنا.